حياكم الله، اهلا ومرحبا بكم مشاهدينا الكرام اينما كنتم، وحلقه جديده ومشوار جديد عبر الشرقيه نيوز في برنامج منتصف النهار. قبل ان نذهب الى ابرز عناوين حلقتنا لهذا اليوم، دائما نذكركم بالتفاعل معنا عبر صفحتنا الرئيسيه على facebook.com/منتصف النهار. نذهب الان لنشاهد ابرز عناوين حلقتنا. عقب استعدادات واسعه السياحه والاثار، ترجي افتتاح متحف الناصريه الى اشعار اخر. الوفاء خصلة حميدة تساهم في تعميق العلاقات الإنسانية، موضوع قضيتنا الذي سنناقشه في حلقة اليوم. وضمن فقرة الصحة والتغذية اليوم تتابعون كيف تتناول وجبة العشاء للحصول على صحة سليمة مع تجنب السمنة. أهلا بكم مشاهدينا الكرام، نبدأ حلقتنا لهذا اليوم بأبرز الأخبار المحلية. أعلنت وزارة السياحة والأثار إرجاء موعد افتتاح متحف الناصرية الذي كان مقررا افتتاحه اليوم الخميس إلى الأسبوع المقبل لغرض تعزيز منظومة كاميرات المراقبة. وقال وزير السياحة والأثار عادل الشرشاب إن جميع الاستعدادات الأخرى لافتتاح المتحف تم استكمالها، مؤكدا وصول مئات القطع الأثرية العائدة إلى محافظة ذي قار من دائرة المتاحف في بغداد. وشدد وزير السياحة والأثار على أهمية تعزيز منظومة الحماية والمراقبة للمتحف قبل الإعلان عن افتتاح لاستقبال الزوار والسائحين. وتضم محافظة ذي قار نحو 1200 موقع أثري يعود معظمها إلى الحضارات السومرية والأكادية والبابلية والأخمينية والفرفية والساسانية والعصر الإسلامي، وهي من أغنى المدن العراقية بالمواقع الأثرية المهمة. أعلنت وزارة التربية والتعليم عزمها تفعيل المواد القانونية التي تحمي المعلمين كافة وكافة الكوادر التدريسية من الاعتداءات والإساءات المتكررة التي يتعرضون لها من قبل ضعاف النفوس وذوي بعض الطلبة. وأصدر وزير التربية محمد إقبال تعميما أكد فيه أن المعلمين والمدرسين والمشرفين التربويين وموظفي الوزارة يمثلون أهمية خاصة باعتبارهم الحجر الأساس في العملية التربوية، ولهم دور مهم وحيوي في تنشئة جيل المستقبل، مشددا على أهمية حمايته من الاستهداف والاعتداء المتكرر عبر تفعيل المواد القانونية التي تؤدي إلى فرض عقوبة الحبس أو الغرامة المالية أو كلتا العقوبتين لكل شخص اعتدى على موظف مكلف بخدمة عامة أثناء تأديته لواجبه. من جهة أخرى، طالب أصحاب محطات الوقود في محافظة بابل بإعادة افتتاح محطتهم بعد قرار وزارة النفط بإغلاقها لأسباب مجهولة، مؤكدين أن القرار جائر كونه يضر بالمواطنين بصورة عامة. نتابع. يعني شوف لنا حل ويا وزارة النفط، ليش ما تفتحون محطاتنا؟ ما نط احنا ما ننط فلوس رشوة حرام، الراشي والمرتشي في النار، ذولك ناس سطت فلوس وفتحوها ويجونا وسطاء يحجون باسم الاحزاب، تطون 10 شدات تطون 12 شده نفتح لكم اياها، ما تطون احنا ترى فتحنا وروح شوف وزاره النفط 7 محطات نفس العقد مالنا انفتحت، واحنا ليش هيك يعني حرام هذه؟ نريد نعرف شنو الاسباب اللي ما يفتحوها، لاكو سبب قانوني، شنو التاخير هذا؟ ليش اعطيتونا جايز؟ ليش خليتونا نطلب؟ شنو الاسباب؟ نريد نعرف. رحت لكل اعضاء البرلمان في محافظه بابل ما سووا لي نتيجه، رحت لمحافظه بابل المحافظ ما سووا لي، رحت رئيس مجلس محافظه ما يتصلون بالوزير، ما عندهم اتصال، ما عندنا صلاحيات، روح راوس امورك، وين راوس اموري؟ بوزاره النفط، احنا من نرفض هاي الرشوه. حالتي هاي معوقه، انا اشتغل صار لي وياهم 5 سنين، كل شهر قاعد يطول من عندهم هم، زين هم اذا المحطه واقفه وانا اريد من عندهم كل شهر مين يطول اذا ما عندهم؟ مين يطول؟ انا مشغل هنا بالمحطه. ما يصير عمي، بدل ما قاعد يباعون لاهلهم يباعون للناس الفقراء، مو صحيح؟ الناس الفقراء هم محتاجه هم تريد نعدهم مثل ما هم يعطون الناس عوائلهم وفاتحين باب لعوائلهم، احنا هم ماتين نريد، احنا حالنا حالهم. يعني نرجو من وزير النفط، نرجو من وزاره النفط يسوون لنا حل، هسه خلينا ينظرون لهاي الفقراء، هاي العالم الواقفه بالشمس وتعبانه، حال الضيم حالها، تركض ومار، زين ابو المحطه منين يعطيهم؟ الرجال هو الرجال مستثمر، خلى الاكل ماكو وظل قاعد ينتظر رحمه الله. وهاي كلها برقبته، هي العمال كلها برقبته. زين بس خلي يباعونا، خلي يباعونا مثل ما يباعون لجهالهم، يباعون لاخوانهم، يباعون اقاربهم. موافقات كامله،
زين اي مسؤول اكبر مسؤول رئيس وزراء راهو هي اذا في اشكال باشر افلشها وختول ما اريده زين عند دار حكوميه راجلات قال روح راوسه تبادا ضبط فلوس وافتح محطتك زين يعني دوار مالات مال النفط تروح تقول له روح راوسه فلان وافتح محطتك اعطيه فلوس وافتح محطتك. الان مشاهدينا الكرام ننتقل بكم الى قضيه المنتصف ولكن بعد فاصل قصير ابقوا معنا. مالي لا أثني عليك وطالما وفيت بعهدي والوفاء قليل وأوعدتني حتى إذا ما ملكتني صفحت وصفح المالكين جميل. طبعا هذه الأبيات الشعرية الجميلة للشاعر الكبير أبو فراس الحمداني تعبر هذه الأبيات عن معنى الوفاء أو الإخلاص وهو صفة جميلة وخلق كريم ينبغي على كل إنسان أن يتحلى به ولأن الإخلاص والوفاء يعبران عن المشاعر الصادقة يتوارد إلى ذهن الكثيرين سؤال مهم هل الوفاء يختلف من شخص لآخر وهل يختلف بين الرجل أو المرأة أم أنهما متساويين في ذلك كل هذه الأسئلة وأكثر طرحها مراسلنا في بغداد سيف عبد الوهاب على الناس لمعرفة آرائهم نتابع سوية حياكم الله احبتنا متابعي برنامج منتصف النهار اليوم موضوعنا اجتماعي موضوعنا يخص المرأة والرجل طبعا حوجه أسئلة إلى الأزواج أيهما أكثر وفاء الرجل أم المرأة طبعا هنتعرف أكثر من خلال هذا الاستطلاع ابقوا يعني أيهما أكثر وفاء الرجل أم المرأة والله المرأة أكثر وفية للرجل حقيقة يعني ظلمت الرجال هسه لا أنا ما ظلمت بس أكثر شيء يعني تكون المرأة عاطفية تحكم بحنانها بعطفها بس الرجل مرات يحكم يعني بعقله بتفكيره فالمرأة دائما تكون يعني أكثر وفية للرجل بيج مجال شو رأيك بكلامه؟ طبعا أكيد نعم المرأة رجل قاسي لا طبعا أكو لا طبعا أكو وفاء طبعا الرجل وفي بس مرات يعني يكون قاسي اي الثقة المتبادلة ممكن هي تسوى الوفاء ما بين الأزواج طبعا الثقة والاحترام طبعا المرأة أكثر أكثر وفاء يعني أنا نحاز للمرأة أكثر لأن بصراحة يعني مثل ما أشوف أنه هي زوجة تكون الأم يعني أقيس على على الأم هي وفية كلش أيهما أكثر وفاء رجل أم المرأة؟ المرأة طبعا والله المرأة دائما هي وفية ببيتها مع أطفالها مع زوجها مع حبيبها يعني رجل مو وفي ويا حبيبته ويا زوجته؟ لا رجل شوية مرات يعني يصغل أكو تجربة شو تقول للرجل؟ للرجل؟ كلمة للرجل؟ تحياتي للخائد أكثر وفاء المرأة أم الرجل بصراحة؟ الرجل الرجل أكثر وفاء؟ إي شلون؟ تنطيني بنفسك شلون يعني ما أعرف لا أنا أقول لك يعني يعزني ويريدني ويحبني وأنت ما تحبي وتعزي؟ طبعا هم نفس الشيء أدنى المبادرة إي يعني سؤالي واضح نعم أكثر وفاء الرجل أم المرأة؟ يعني هو مثلا ما زاغل عليك ما حب وحدة ما طلع ويا وحدة بصراحة لا لا والله ما نعرفه يعني طولة حياته هو يبغى عليه صفوح يعني ما يبغى عليك صفوح يخزر بيه خلي يبغى عليك صفوح اذا سالم تقدم من عنده يوم زين اسالك انت نفس السؤال ايهما اكثر وفاء رجل ام المراه هي تقول الرجل لا المراه وفيه المراه اكيد الرجل اكيد نعم لان الرجل اول شيء لو مو اكثر وفاء ما كان نزلت الرساله على الرجل كان نزلت على المراه فالرسالات السماوية أغلبها نزلت على أو كلها نزلت على رجال ما نزلت على أمه. إذا بدنا نحكي يقول سيدتنا مريم العذراء امرأة. سيدتنا مريم العذراء امرأة نعم صحيح هو أنا ما أقول لك إنه مو وفيات وهن مو ما عندهن وفاء ولكن أكثر شيء عند الرجل. أحيانا الرجل وأحيانا المرأة. ممكن الزوج يكون وفي أكثر وممكن في بعض الأحيان وبعض الظروف يكون المرأة وفية أكثر حسب ظروفها طبعا حسب ظرف الرجل وفاء المرأة إذا وفت للرجل فهو أيضا ممكن يصير وفي والعكس هو صحيح يعني
الجهه الموجوده. بس نفس السؤال، اليوم اكثر وفاء رجل ام المراه؟ هو الرجل والمراه اثنيناتهم وفياء، واحد يوفي للثاني. هي الزوج وزوجه، زوج والزوجه اوفياء، هو واحد يوفي للثاني. شنو اكو ثقه؟ اذا اكو ثقه اكو وفاء، اذا ماكو وفاء ماكو ثقه. نياتين ان بنفس الوقت يصير الرجل اكثر وفاء من المراه، بس المراه تمتلك احاسيس ومشاعر اكثر يمكن، بس بالتالي الرجل عنده وفاء اكثر. يعني انه ترى رجل تنحاز رجل بصراحه؟ لا لا لا، يعني ما قس الموضوع من ناحيه رجل ومراه، بس من خلال الخبره المتواضعه بالحياه نقول انه الرجل يعني انا احس حتى اصدق بالمشاعر. يعني اريد بصراحه جواب صريح، ايهما اكثر وفاء، رجل ام المراه؟ المراه برأي المرأة، لأنه بحكم صداقاتي الكثيرة مع عدد كبير من النساء واطلاع على أكثر قصص الحب وأكثر قصص الغرامية، أشوف أنه النساء أكثر وفاء من الرجال. هي المفروض يصير يعني من الجهة، يعني لازم مثل ما الرجل مثل ما هو وفي المرأة لازم قابلة مو توفي. تمام، يعني أنت تريد النسبة اللي أعلى من عندهم؟ طبعا المرأة، يعني الرجل إحنا بهذا مجتمعنا ولد نشوفه، المرأة أكثر وفاء للرجل. شنو بدي أشوفي؟ ممكن أعرف؟ وين شغلات يعني؟ يعني من خلال إذا نشوف اللي بالمجتمع مالتنا، الرجل أكثر شيء هو اللي يعني بالعامية. تعدد العلاقات؟ تعدد العلاقات، عنده هواية علاقات نشوف، بينما المرأة لا، يعني أكثر شيء المرأة العربية والعراقية متحفظة. فالمرأة أكثر؟ طبعا المرأة أكثر وفاء، مو لأن أنا امرأة بس يعني هذا رأيي. أيهما أكثر وفاء، رجل أم المرأة؟ المرأة. هي من بوعت عليك تقيت المرأة؟ لا لا لا، المرأة أكثر، يعني الرجال يعني طبيعته تختلف شوية، يعني طبيعته يعني شلون نقول الفكرية يعني شوي يصير عينها زايغه اكثر، يعني مثل المراه لا، يعني حتى يعني يقال انه المراه تكتفي برجل واحد يعني بالمشاعر، انما الرجل يعني حتى شرعا الله مخلى يعني محلل اربع نساء، لانه هو طبيعته يعني هالشكل. يعني بصراحه انت وفي مع زوجتك؟ يعني لا وفي يعني هذه، بس يعني ما الرجل هم يرتكب مرات اخطاء يعني بس هذا اعتراف خطير قدام زوجتك. لا هي عموم يعني الرجال، هذا عموم الرجال يعني، هذا يعني قلت لك تختلف، يعني هو طبيعه الرجل تختلف. يعني راح اسالك نفس السؤال، ايهما اكثر وفاء، رجل ام المراه؟ لا المراه طبعا المراه. سمعتي التاريخ ماله؟ اي نحن علاقتنا حيل قويه، يعني صراحه بيناتنا حيل قويه، فيعني يعني ما اقدر اوقع بيناتكم؟ لا 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 ما احنا ثقه. يعني تعرف شلون المراه اكثر وفاء من الرجل؟ يعني نفس الشيء، يعني سيدة المراه اسم الله يتوفى زوجها او مثلا تنفصل تبقى، يعني لخاطر جهرة راح تبقى، يعني 90%. الرجل ورا الفاتحه بثلاث ايام يخطب يتزوج. طبعا كل الشكر لمراسلنا من بغداد سيف عبد الوهاب على هذا الاستطلاع الذي سلط الضوء على قضية الوفاء بصورة عامة والإخلاص اللي راح نناقشها اليوم في حلقتنا. من خلال هذا الاستطلاع شاهدنا هناك يعني وجهات نظر مختلفة، هناك من يرى بأنه المرأة، وهو الرأي الأغلب اللي شاهدنا من خلال هذا الاستطلاع، نحن الرجال نقر بهذا الشيء لأنه شفنا معظم الرجال يقولون بأنه المرأة أوفى من الرجل، وهناك من يقول بأنه الرجل. ربما اختلفت الآراء، هناك من يقول بأن المرأة والرجل هما إذا يعني يقدران أن يكونا أوفياء، وأيضا يقدران أن يكونا خونة، ويقدران أن يكونا صادقين وكاذبين. يعني هي تختلف ربما يعني باختلاف البيئة التي يعيشها الرجل، ما أكو فد نسبة معينة، ولكن من خلال القصص اللي نشاهدها دائما، من خلال ربما الحياة اللي نعيشها دائما، نلاحظ بأن معظم القصص تشير إلى أن المرأة أكثر وفاء وتمسكا بالرجل وبحبها للرجل. وطبعا دائما المرأة ما تكون أنه أي مشكلة تحدث بين الرجل والمرأة ما تنسى الخصال، وما تنسى عفوا اللحظات الجميلة، وما تتخلى بسرعة. ممكن أنه الرجل يكون يعني يتخلى عن المرأة بسرعة بمجرد حدوث أي مشكلة. أيضا يعني الرجل دائما يكون صادق
بمشاعره ومشاعره تكون أقوى، حاسيسه ومشاعره تجاه المرأة تكون أقوى لأنها نابعة من العقل والقلب. ربما المرأة العاطفة نوعا ما تتحكم بها. أيضا نتحدث أكثر عن هذا الموضوع، ينضم إلينا من بغداد الباحثة الاجتماعية السيدة هناء الجوراني. مرحبا سيدة هناء. السلام عليكم، أهلا بكادر شرقية وأهلا بمشاهدين الكرام أينما كانوا. أهلا ومرحبا. طيبا يعني بداية نسألك عن أهمية الوفاء والإخلاص في تعميق العلاقات الإنسانية. العفو الصوت مو واضح. سألتك عن أهمية الوفاء والإخلاص ودور الوفاء والإخلاص في تعميق العلاقات الإنسانية عموما. أكيد الوفاء له دور مهم في تعميق العلاقات الإنسانية بين المجتمع كافة، ليس بين الرجل والمرأة وإنما كان بين النساء أو بين الرجال، فالوفاء يكون ضروري جدا لإدامة هذه العلاقات الاجتماعية بين المجتمع. الوفاء ما إلى علاقة نهائيا بالجنس سواء كان امرأة أو رجل. الوفاء يعتمد على شخصية الإنسان سواء كان امرأة أو رجل، بشخصيته شلون تكون مدى قربها من الله ومخافته ومن الدين والمجتمع. نعم، يعني السؤال اللي طرحناه وطرحه مراسلنا السيف، هل الوفاء يختلف بين الرجل والمرأة؟ تشوفين أنه ماكو اختلاف وتعتمد على ربما البيئة اللي عاشها والطبائع اللي عاشها الشخص والسلوكيات؟ طبعا هو احنا العفو المجتمع مهما كان، يعني اذا كان المجتمع نظيف اكيد تصرفات الانسان راح تكون راقية جدا، ومرات يكون الوفاء او عدمه هو اكيد ردة فعل للاشخاص لتصرف معين، واكيد هي تصرفاتنا اكيد هي ردة فعل للتصرفات الآخرين اللي نشوفها من عندهم، فكل تصرف هو ردة فعل لتصرف آخر من الآخرين، فالوفاء مرتبط بها. فنعم، فمن يكون تصرف الآخرين يعني احتمال كبير أنه يأثر على هذا التصرف وعلى الوفاء شلون يكون، فما أعتقد إلى علاقة أنه الوفاء يكون عند الرجل أو عند المرأة، ولكن يعني ما نستطيع أن أقول من الأكثر وفاء أن الرجل أم المرأة، يعني هذا السؤال ممكن أنه يكون في غير محله، أو ترين أنه يعني أكيد هذا السؤال قد يثير حفيظة الناس والمشاهدين. إحنا سبق أن قلنا أنه نعم ما يأثر نهائيا سواء كان رجل أو مرأة، كل حسب طبيعة المجتمع والظروف اللي تحيط بالإنسان، هي هذه الظروف المحيطة هي أكيد راح تأثر على المجتمع وتأثر على الإنسان. قرارة نفسك أنت تشوفين نعم. أنه الرجل أوفى من المرأة بصراحة من خلال تجربتك بالحياة عموما؟ نعم، النسب أكيد تكون مختلفة خلال يعني معايشتي للناس، أجد رجال أوفياء وأجد نساء كذلك هم وفيات يعني للرجل. فأكيد هو حسب الظرف اللي تعيش المرأة أو يعيش الرجل. المرأة بحد ذاتها تكون عاطفية، تفكر بعاطفتها، يعني خاصة مثل إذا المرأة، وخاصة إحنا في العراق نتيجة هذه الحروب اللي دا نعيشها أكيد المرأة ترملت، فتلاحظ المرأة عندما تترمل تعيش لأطفالها، ما تفكر بالزواج مرة ثانية إلا ما ندر. لكن الرجل عندما تتوفى زوجته أو يعني أي شيء يصير بيها يلجأ إلى الزواج مباشرة. ما أعرف هذه يعني يجوز فد شيء عند الرجل أنه ما يقدر يعني يعيش هالشكل بدون زوجة أو هذه. المرأة أكثر تحملا من الرجل، وما أعرف تدخل يجوز هذه بمدخل أنه هذا يكون وفاء أو غير وفاء، لكن احنا المراه نلقاها عاطفيه جدا في العراق، خاصه انه تحتضن اطفالها وتعيش لاجلهم وتعيش لذكرى زوجها. فالرجال لا، قد يختلفون في هذه النقطه بالذات عندما تتوفى زوجاتهم، فنجدهم بعد فتره قصيره يلجؤون للبحث عن زوجه اخرى. وايضا هذه اذا نجي نلقاها من فشيء اجتماعي وتاثر على البيئه، تأثر على أطفال الموجودين من الزوجة السابقة، فإذا ما قدر يعني يعدل مثلا يعامل أطفاله أو أولاده من الزوجة السابقة بنفس ما كان يعاملهم
كأن تأثر عليه الزوجة الجديدة وتخليه يلجأ إلى أنه حتى إلى يطرد أطفاله وينسى كل ديك العشرة اللي كان عايشها مع زوجته الأولى. هذه مشكلة طبعاً. يعاني من عندها الكثير من الأزواج اللي يزوجون مرة ثانية بعد وفاة زوجاتهم. يعني هناك من يقول أن الرجال يخونون زوجاتهم أكثر بحكم العرف الاجتماعي وبحكم التقاليد وبحكم يعني العادات التي نعيشها اليوم، ربما تتغاضى كثيرا عن الأخطاء التي يقع بها الرجل دون المرأة، ما هو رأيك؟ أكيد أكيد المرأة تتحمل الكثير من الأخطاء والهفوات اللي يقوم بها الرجل، قد لا نجده مثلا هو يتحملها إذا مثل زوجته قامت بها. طبعا هذا يعني يرجع إلى أنه إحنا داخل مجتمع شرقي يحتم علينا نحترم القوانين والأعراف اللي نعيش بها. وأيضا الرجال يعني لا يضوجون مني، هسه راح أحكي وأقول أكيد هسه كلهم دي ينتبهون أنا إيش راح أقول عليهم. يلا فإحنا نشوف مثلا الرجال الرجال مثلا من عندما الرجل يكون عقيم، ليش نشوف الزوجة تتحمل أنه يكون زوجها عقيم وتعيش معه بقية حياتها؟ وإنما كان لو كان العكس أنه الزوجة عقيمة وما تنجب، لكن يعني ياخذ فترة يقول ما يخاف، بعدين ورا فترة لا راح يبحث عن زوجة أخرى، راح يدور عن أسباب، عن خلافات يفتعلها في سبيل يتخلص من زوجته ويتزوج بأخرى في سبيل ينجب الأطفال. لكن الزوجة لا، ما نشوفها هذه تسوي هذه الأشياء، إنما تتحمل وتعيش مع زوجها وتوفي وياه. ف يعني هاي النقطة يعني اكو نقاط فعلا انه الازواج ما ياخذوها بنظر الاعتبار. ممكن انه الرجل يرد على هذه النقطة، والنقطة اللي قبلها ايضا اللي ذكرتيها انه الرجل بعد ما توفى زوجته بفترة يتزوج. إذا ما نتحدث عن يعني الشرع والدين أحل هذا الأمر للرجل، ودائما الرجل يعني الله سبحانه وتعالى شرع له أربعة يعني لأنه الرجل لا يكتفي بامرأة واحدة، ربما هذا من باب، وأيضا هو من يتزوج أو هو ربما عندما تتوفى زوجته أو ربما الامرأة تكون عقيمة أيضا يتزوج، دي يتصرف تصرف ضمن الشرع وضمن الدين وضمن العادات والتقاليد اللي موجودة عندنا أصلا، شنو ردك يكون؟ لا بأس يتزوج مثلا إذا فعلا يريد يكون عنده مثلا ذرية يتزوج، بس ما مو معناه أنه يترك الزوجة الأولى أو يضطهدها بمجرد أن تزوج بزوجة ثانية وجابت له الأولاد. فإذا كان أيضا بالقرآن يعني أيضا أمر سبحانه وتعالى أن يعدل بين الزوجات طبعا، فإذا كان لابد من الزواج عليه أن يعدل. فإحنا هنا بالعراق ما نشوف هذا الشيء مفقود، يعني مو كل زوج بيستطيع أن يعدل بين زوجاته، فهو إذا كان لابد منه أنه يكون عنده أطفال وذرية فيا حبذا أن يكون عادل بين زوجاته. ومو بس اللي ما عنده أطفال، إحنا نشوفه هواية مثلا بمجرد أنه صار عنده فلوس هواية أو فشي يلجأ إلى زواج ثاني أو ثالث أو رابع، فيعني يكون هناك خلافات عائلية وتؤدي إلى هدم العائلة مو إلى بناء عائلة جديدة، وإنما راح يصير تفكك أسري مجرد أنه متزوج أكثر من واحدة. هذا مو حل، الحل أنه يعدل بيناتهم ويعرف شلون يربي أطفاله بصورة صحيحة. أعتقد هذا إذا يعني قام الرجل بهذا الشيء راح يكون مثلا هذا الشيء صحيح، مو يتزوج عدة زوجات وهو ما يعرف أطفاله وين، ما يعرف شلون يربيهم، ما يعرف شلون يعيشهم، لا هذا مو حل ولا بناء أسرة، هذا هدم أسرة. نعم. طيب نتحدث اليوم عن الوفاء، هناك من يتحدث عن الوفاء أو الإخلاص ويصف الوفاء أو الإخلاص أو كل هذه القيم السامية والمبادئ القيمة ربما يصفها بأنها أصبحت في هذا الزمن عملة نادرة. يعني نرى في السابق ربما الوفاء كان بحجم أكبر، الإخلاص كان بحجم أكبر من الآن. يعني هل فعلا أصبح عملة نادرة اليوم وما هي الأسباب باختصار لو سمحت؟ هو أكيد الزمن اختلف يعني في السابق عن ما هو يعني الآن، إحنا اختلفنا اختلاف يعني يكاد يكون كبير هذا الاختلاف. أكيد للظروف اللي يعيشها البلد خاصة إحنا هنا في العراق، نشوف الظروف الاقتصادية والسياسية والحروب أثرت بشكل كبير جدا على هذا المبدأ اللي هو مبدأ الوفاء. يعني بعد هسه مو صار وفاء، وانما بمجرد انه العيشه ما يتحملها الزوجه انه ما تتحمل ضنك الحياه. احنا هنا نتكلم عن الاثنين، نتكلم عن الرجل وعن المراه، ما احنا ما يصير ناخذ جانب المراه ونعوف جانب الرجل.
هم اثنيناتهم المرأة والرجل أحيانا يكونون كالمرأة والنار وأحيانا يكونون كالبحر والساحل. فهنا نتحدث احنا نقول الظرف الاقتصادي والظرف السياسي أثر بشكل كبير جدا على الوفاء وعلى استمرار الحياة الزوجية بين الأشخاص اللي تكون الظروف الاقتصادية قد أثرت عليهم بشكل كبير جدا. نعم. وحالة دون أنه يبقون معا. إذا من بغداد الباحثة. نعم. الاجتماعية السيدة هناء الجهراني كنت معنا، شكرا جزيلا لانضمامك. أيضا فقرات برنامجنا مشاهدينا مستمرة وتتابعون فيها. بين الماضي والحاضر، المضيف العشائري، المضيف العشائري أو الديوان يتطور من القصب إلى البناء الحديث. أهلا بكم من جديد. تعد المضايف العشائرية أو كما تسمى في بعض مناطق العراق بالديوان مركزا مهما لشيوخ العشائر، حيث يجتمع فيه أفراد العشيرة الواحدة أو مجموعة العشائر للتداول في الأمور العامة التي تهم الأفراد والأمور الاجتماعية المختلفة. لكن اليوم بناء المضايف تطور بشكل كبير، فبعد أن كانت تبنى من القصب سابقا أصبحت اليوم تبنى على الطراز الحديث نظرا لضرورات الحياة ومتطلباتها. لنتابع إذا تطور المضايف بين الماضي والحاضر مع مراسلنا في كربلاء فيصل القريطي. المضيف قبيلة بني أسد عام عام هذا، الحمد لله تم بعون الله بنائه وتأسس. نفرح بفتحة المضيف يعني، ونستقبل عمامنا بني أسد عام. مشاكلنا في المضايف ثلاثة أرباع المشاكل نحن نحلها، القتل نحن نحله، أعوذ بالله من الخطأ نحن نحله، نجمع الأخوان ونلتحم اللحمة العراقية، لا نفرق بين سني وشيعي، دائما نقول لا شبابنا وشيوخنا نحن يد واحدة. نقطة ثقل مهمة ونقطة تحول إيجابي في حياة المجتمعات المحلية، خصوصا في مجتمع عشائري مثل المجتمع العراقي، فالشهادة هو مركز لحل المشاكل، مركز للتباحث حول الأمور العالقة، مركز للتحشيد وتوجيه الآراء العامة، خصوصا في مراحل تحتاج إلى التوعية مثل اللي يمر بها العراق حاليا، توعية دينية، توعية سياسية، توعية وطنية. هذا بالإضافة إلى الجانب الثقافي، حتى تعتبر أنه هذه المضايف وهذه الدواوين هي مؤسسات فكرية، مؤسسات علمية ارتادها الشعراء والأدباء، وبالتالي تحسن وتنظم الذائقة الثقافية. لذلك احنا نتمنى ونحث الجميع على إعادة هذه المضايف على أكثر، خصوصا في محافظة كربلاء على صغر حجمه. في حقبة الخمسينات كان هناك 50 مضيف، الآن كربلاء امتدت وكبرت أكثر. طبعاً أكيد المضايف تختلف، أحياناً المضايف اللي يكون في مركز المدينة ربما تكون الطقوس والعادات اللي فيها تختلف عن اللي خارج المدينة، إلا أنها في الخط العام وبالأساس التوجه العام هي واحد. تدل بذلك لأن أول مضيف افتتح قبل الإسلام لابن هبيرة سليمان، وقد قال عنه الشاعر عبيد ابن الأبرص الأسدي: إليك عني فإني من بني أسد أهل القباب وأهل الجرد والنادي، دليل على أن القباب هي المضايف، ولذلك هذا الزمن القديم يرتبط بالزمن الحاضر من خلال وجود رموز وشخصيات وطنية استطاعت أن تجمع بين عبق الماضي وبين أريج الحاضر. المضايف سواء بالماضي أو الحاضر، هو المضيف يبقى مضيف، ومبدأ المضيف أيضا واضح عند الجميع. كتصميم يعني بالأرياف كانت المضايف وما زالت إلها طراز خاص، أما في المدن تدري المضيف ينبني من خلال الطابوق أو البلوك، لأنه أخذ الديرة بهلها. هاي المواضيع بالمدن تختلف عن الأرياف. عشائر العربية بصورة عامة عشائر مفهومة وعدها يعني لم الشمل والعلاقات الاجتماعية اللي دسوه، ونشوف من خلال هاي العشائر والقبائل اللي صارت يعني فترة زمنية قصيرة خلال هاي المرحلة الراهنة، نلاحظ انه وجود العشائر والقبائل والدواوين ألفت بين قلوب الشعب العراقي وزالت مسألة الطائفية. دواوين العشائر دواوين معروفة اليوم حل مشاكل المجتمع،
انهاء القضايا والنزاعات الشخصية، انهاء القضايا والنزاعات القبلية فيما بينها، ونشوف احنا يعني الدواوين مثل ما يقولون اهلنا يقولون يعني الديوان مدرسة. طيب بنت في قديم الزمان من اجدادنا واجداد اجدادنا، وهن وهاي المضايف تعلم الشاب وتعلم الصغير وتبني مبنى مستقبل. مشاهدينا الآن ننتقل بكم إلى فقرة أخرى من فقرات برنامجنا، لكن بعد فاصل قصير ابقوا معنا. أهلا بكم من جديد. كثيرا ما يتجاهل الناس وجبة العشاء بسبب تخوفهم منها كونها قد تسبب السمنة، لكن هناك بعض المعتقدات تتعلق بوجبة العشاء، بعضها صحيح وبعضها الآخر خاطئ. حول توقيت العشاء وكيفية وكمية ونوعية نوعية هذا العشاء، لذلك سنناقش هذا الموضوع المهم مع ضيفتنا في الاستوديو أخصائية التغذية لا سكر. مرحبا دكتورة. أهلا وسهلا. يعني بداية نتحدث عن وجبة العشاء بصورة عامة وأهمية هذه الوجبة. هناك من يتحدث عن ضرورة الشخص أنه يتناول وجبة العشاء، وهناك العكس. لا ضرورية، هذا أول شيء نبلش فيه، كتير ضروري. هلأ إحنا دائما بنحكي على إنه الأكل لازم يكون أكل صحي ومتوازن، ما في وجبة في توازن يعني، فمش منطقي أنت تلغي وجبة سواء كانت فطور أو غداء أو عشاء عشان بمعتقدات إنه أنا إذا لغيت وجبة أنا عم بكون عم بقلل سعرات حرارية عشان أنزل من وزني. الفكرة يكون في توازن، سعراتك الحرارية توزعها على طول اليوم، أنت عم تفطر وعم تتغدى وعم تتعشى. بس الفكرة كيف أنت يكون خيارك ذكي وأنت عم تختار وجبة العشاء. يعني إحنا تقسيمات الصحن على وجبة العشاء شوي بس بنغير بتوزيعته، بس لازم العشاء يكون موجود. من الأخطاء الشائعة إنه إحنا لازم نلغي وجبة العشاء إذا إحنا بدنا نخفف من وزننا، مش الحل فيها. هي كتير مهملة. أو مرات إحنا مثلا نعمل زي ما بنلغي وجبة العشاء بس بنصير ناخد أشياء تانية، يعني بنصير نتسلى بأي إشي تاني، هيك بنفكر إنه إحنا هيك عم ناخد سعرات حرارية أقل، بينما لو نتعشى عشاء يعني متوازن إحنا هيك عم نشبع وبنروح على السناك وبنبطل ناخد السناكس اللي إحنا بالليل بتصير نتسلى فيها، اللي هي أصلا غنية بالسعرات الحرارية وهي اللي عم بتسبب سمنة، مش كوجبة العشاء هي السبب بالسمنة. طيب نتحدث عن نوعية العشاء. نوعية العشاء، شوف هلا بدنا نبلش نحكي. هلا اذا انت بدك تاخذ عشاء الوجبه، انت خلال النهار بدك تكون مفطر متغدي ومتعشي. احنا هلا بطبيعه اليوم كثير طول اليوم ما عم ناكل، عم نيجي على اخر النهار بين مثلا الساعه 6 ساعة بنكون راجعين من الشغل، صح. عم ناخذ وجبه كثير كبيره، فعم ندمج الغداء مع العشاء. هلا هذا حله لازم يكون اليوم يكون مترتب اكثر، يعني انت خلال اليوم لازم يكون دائما في عندك سناك تلاقي وقت للغداء، صحيح. بس اذا انت دمجت الغداء مع العشاء هون الوجبه شوي رح تكون يعني اكبر اجسام، فهذا اول نوع من انواع العشاء اللي احنا بنكون دامجينه غدا بعشاء. كثير هناك يدمجين بالضبط. فهون انت وجبتك بدها تكون عن جد وجبه متكامله، فيها كربوهيدرات وفيها بروتينات وفيها فواكه وفيها خضار، فيها يعني وجبه كامله بدها تكون محسوبه متكامله. هلا اذا انت من النوع اللي لك وقت تتغدى ولك وقت تتعشى، خلال اليوم انت عم بدك تكون تقريبا مستخدم من سعراتك الحراريه بين 85 إلى 90%، لما بدك توصل للمساء بيكون ضايل لك حوالي 10% إلى 15% اللي هم اراوند 300 سعر حراري، وهذا بيكون عشاء كثير ممتاز لاي شخص. فاحنا عم نحكي على 300 سعر حراري بدنا نوزعهم بين الخضار، هاي اهم شيء لازم يكون موجود على الغداء، الكربوهيدرات والبروتينات، ونبتعد عن الزيوت والدهون لانه بالليل عم بتسبب مشاكل. هذا اهم شيء يكون عندنا الخضار، بدك تكون وجبتك يعني غنيه بالخضار، غنيه بالبروتينات وبالكربوهيدرات الصعبه، الحبوب الكامله اللي بقشورها. يعني اغلب ربما وجبات العشاء تكون اليوم شغلات خفيفه ولكن تكون دائما اكثرها دهنيه او صح. المقليات وما شابه ذلك. من المعتقدات خصوصا مثلا العشاء انه مثلا بيقولوا يلا ناخذ شوربه مثلا على العشاء. الشوربات غنيه، بخصوصا الشوربات الجاهزه هي غنيه بالدهون وبالسعرات الحراريه، اذا بدك تحضر انت وجبه شوربه في البيت احنا اكيد ما عندنا مشكله فيها، بس ليه انت ما تكون حاطط صحن كامل، صحن يشبعك، لانه انت بالليل احنا من الناس يعني احنا بنسهر ما بنقدر نقول انه احنا مش من النوع اللي بيسهر، فلا انت حط وجبه كامله عشان لبعد شوي انت ما تجوع تضطر تاخذ اشياء ثانيه، او مثلا بس اتعشى فواكه. طب ما الفواكه سعراتها الحراريه عم بتوازي وجبه متوازنه، خلي الفواكه للسناكس اللي خلال النهار،
فوجبة العشاء بدها تكون متكاملة، فيها كربوهيدرات وفيها بروتينات وفيها خضار، هذا كتير مهم. جميل، نتحدث عن الوقت، وقت يكون مناسب لتناول وجبة العشاء. يعني احنا تحدثنا عن الدمج، هناك من يدمج بين وجبة الغداء والعشاء، وهناك من يؤخر وجبة العشاء ربما قبل النوم بساعة أو ساعتين. يعني الوقت المناسب يكون لتناول هذه الوجبة. هلا موضوع وقت في وجبة العشاء، الفكرة في ناس يعني ما في وقت أقول لك مثلا بعد الثمانية أو بعد العشرة ما حدا يتعشى أو شيء زي هيك. الفكرة كيف أنت بتنام، يعني إذا أنت من الناس اللي بتنام على الثمانية مش رح أقول لك إنه وجبة العشاء تكون على الثمانية، بتنام على العشرة أكيد ما رح أقول لك على التسعة أو على الثمانية. الفكرة أنت قبل ما تنام بساعتين لثلاث ساعات، هذا أهم وقت يكون، هذا الوقت يكون مناسب. مناسب بس برضه في ناس اللي بيسهروا لليل فترات كتير متأخرة، فترات الاثناش والوحدة واللي زي هيك رجعوا جوعوا كمان يعني. بالضبط، فبدك تنتبهوا إنه لما بدكم تاخذوا وجبة العشاء بدكم تأخروها لآخر إشي للعشرة، وتكون وجبة يعني فيها ألياف وكربوهيدرات عشان تقدر تخلي معاكم لآخر الليل. حتى لو بتنام على التنتين لا ما تأكل على الاثناش وهذا الوقت المتأخر، خلص خلي العشرة هو يعني أقصى حد لإلك إذا أنت من الناس اللي بتسهر كتير. واللي بدنا نفهمه كتير منيح بالعشاء، السعر حراري سعر حراري، سواء أخذته في ناس إنها بتلغي العشاء لأنها بتصير تقول بدهم ينحفوه، السعر الحراري سعر حراري سواء أخذته بالنهار أو أخذته المساء. يعني مش الفكرة إنه أنا إذا لغيت وجبة العشاء وطول اليوم أخذت كمية سعرات حرارية عالية إني أنا هيك رح أنحف بس لأني لغيت وجبة العشاء. فبدنا نكون حريصين على وجبة العشاء إنها تكون 300 سعر حراري قبل ما ننام بثلاث ساعات تقريبا لساعتين، وتكون متوازنة ما فيها لا دهنيات ولا سكريات وكربوهيدرات سهلة، هذا يعني أهم إشي لوجبة العشاء. يعني تحدث عن العراق، هنا بالعراق يمكن أكثرهم وأغلبهم يتعشون أجبان وألبان وما شابه ذلك، دائما يكون معظم هذه الوجبات خاصة العشاء تكون أكلات خفيفة ومعظمها تكون أجبان ألبان راشي هاي الأمور. هلا الألبان والأجبان من البروتينات اللي احنا بنحب اصلا انه الشخص يتعشى عليهم بكميات معتدله مع الخضار، بكميات اكبر مع قطعه خبز مثلا، قطعه خبز اسمر نخاله شيء توست، بتقدر انت مثلا تعمل سلطه تحط عليها قطعه جبنه تحط شويه شوفان عليهم. يعني تكون ذكي بخياراتك، الخيارات الألبان والأجبان من الخيارات الممتازه للعشاء، حتى ما بدأ حتى الجهاز الهضمي يعني ما بيتغلب كثير بهضمها اذا انت اخذت يعني بكميات. صحيح. بالضبط. طيب هناك نتحدث عن علاقة بين حرقة المعدة والحموضة وعفوا الاسترجاع بتناول وجبة العشاء وتوقيتها بالتحديد. صح. شنو الرابط بيناتها؟ صح أقول لك ليه. هلأ ممكن إذا بالليل إحنا المساء بنصير نتشهون، هيك الكلمة الأزبط يعني بنصير ما بدنا نأكل، يعني أكلنا خبز أكلنا أفطرنا الصبح وتغدينا، بصير بالليل بدنا ندور على أشياء هيك زي أشياء فيها دهنيات أعلى. صح. دهون أعلى سكر، هاي الأشياء بتسبب حموضة وحرقة للمعدة، خصوصا أنه أنت رح تروح تنام، أنا قلت لازم تكون ماخذ فترة من 3 لـ4 ساعات، فهاي الوجبات الدسمة اللي فيها دهون وسكريات عالية هي من الأشياء اللي بتسبب حرقة المعدة، بتهيج المعدة لأنها كتير بتصير بدها تهضم، فبتبلش تطلع أسد على المعدة أكتر، هذا بدايةك لأنه متى أنت تروح تنام أنت رح تكون مستلقي كامل طبعا. فهذا رح يعمل مشاكل بالجهاز الهضمي وعسر بالهضم. العشاء اللي كتير متأخر ودسم خصوصا إذا أنت مثلا تعشيت ونمت، هذا بيعمل لك مشاكل للمدى البعيد، حرقة بيعمل لك مشاكل بعسر الهضم، بيسبب إمساك، أنت بتصحى متضايق معدتك صعب يعني كتير يعني. صح. مع الوقت هذا بيسبب لك مشاكل، بتصحى الصبح حتى بتكون جوعان أكتر وتعبان أكتر، بتصير بدك تاخذ كميات أكبر، فأنت بتكون عم بتلخبط بعمليات الأيض جوا الجسم، عم بتخرب يعني وجبة العشاء علاقتها بصحة الجسم عموما، وحتى تتعلق بمثل ما ذكرت أنه هناك يمكن بسبب وجبة العشاء يصحى ثاني يوم تعبان وعنده خمول. بالضبط، لأنه أنت جهازك الهضمي أنت أرهقته، هو ما يعني عملية الهضم. صح. ما كانت سليمة يعني أنت فعلا. ما خليته ياخد وقته ولا يهضم بطريقة صحيحة، هذا بيؤدي لمشاكل بالجهاز الهضمي وحتى على نفسيتك بتاكل. طيب فضلا عن وجبة العشاء، تناول السوائل، دراسات تتحدث عن أنه تناول السوائل بعد الساعة 7 مساء يعني غلط. سوائل من أي نوع؟ سوائل تكون مياه أو مشروبات؟ لا المي ما إلهاش وقت، المي ما إلها وقت، المي ده تنشرب طول اليوم، يعني لما تكون بدك مي لازم تشرب يوميا لترين من الماء على الأقل بالصيف احنا بنرفعهم لثلاثة لتر، خصوصا اذا انت من النوع اللي بتعرض للشمس وحركة وعندك تعرق زائد بالصيف بنرفعهم بيصيروا ثلاثة. يعني هذه الدراسات وعلاقتها بصحة الكلى خاصة. بالضبط، هلا المي كتير مهمة، ما تحط لها وقت، المي ما بصير تحط لها وقت، المي بتنشرب حتى لو صحيت المساء لازم تشرب مي. هم يمكن قصدهم بالسوائل بالعصائر، العصائر والشربات الجاهزة اللي حكينا عنهم، هاي السوائل اللي بتكون دسمة
اللي احنا ما بدنا اياهم. كاسة العصير سعراتها الحرارية كتير عالية، في ناس بفكروا انه اذا شربوا كاسة العصير انه هم هيك صحيين، خصوصا مثلا كانت فريش انه انا هيك صحي. لا، مش هيك ان انت تكون صحي، انت لا اخذت الياف واخذت سعرات حرارية عالية، وبالمقابل هاي ما رح تخليك عم تشبع، بعد شوي رح ترجع تجوع اكثر وتاخذ كميات اكبر. طيب يعني ايضا النصائح اللي تحبين توجهيها لخاصة اللي يبحثون عن انقاص الوزن وعلاقتهم بالوجبات عموما ووجبة العشاء خصوصا. هلا موضوع الوزن بدنا نكون طويلين بال عليه، يعني احنا لما بدنا ننحف بشكل عام ما بنستنى نعطي حالنا وقت، دائما بدنا نكون كثير سريعين بنزول الوزن. فبنبلش من الاشياء المتداوله بيناتنا، اقطع العشاء، اقطع النشويات، اخر وجبه باخذها على الاربعه، مش هاي هي الطريقه الصحيحه لانزال الوزن. دائما بدك تكون طويل بال، بدك تاخذ وجبات متكامله وتعطي جسمك فرصه، زي ما اعطيته فرصه يكسب وزن اعطيه فرصه يخسر هذا الوزن. اذا انت وزنك مثالي يعني سعيد على هذا الوزن بس بدك تحافظ عليه، مش الخيار الصحيح انه انا اقطع العشاء. لا، الخيار الصحيح انه انا خلال النهار اوزع كل سعرات الحراريه، اخذ فطور وغدا وعشاء وسناك، واخلي عشاي ضايل له يعني 10% من احتياجاتي اليوميه، واخذ قبل ما انام بساعتين لثلاث ساعات، لانه انت رح تاخذ هاي السعرات الحراريه سواء اخذتها بالنهار او المساء. السعر حراري سعر حراري، يعني مش لانه مثلا بالصبح بينحرق وبالليل ما بينحرق، مش هيك. هي عمليات الايض بتخف مع يعني بفترات الليل، لانه احنا بنصير اهدى، الجسم برتاح معنا، احنا بنبطل نتحرك، بنكون تعبانين. بس مش الفكره انه يعني اذا انا اخذت كل السعرات الصبح ولغيتهم بالليل هيك انا عم بنحف، يعني مش هاي هي الفكره. الرجيم القاسي دائما والمردود العكسي والسلبي على صحه الانسان. طبعا هلا شوف، انت لما عم تعمل رجيم قاسي، اول شيء البروجيم الخاص انت اكيد عم تجع احتياجاتك، سواء من اي شيء، احتياجاتك للطاقه، احتياجاتك للمعادن، للفيتامينات، احتياجاتك من البروتينات، احتياجاتك من الدهنيات، عم تيجي على احتياجاتك. حتى انت نفسيا بتكون مرهق من الرجيم القاسي، بتعبك مع الوقت، انت ما بتقدر تصمد عليه. هون بيجي الانتكاس معنا، انه بنرجع بنصير ناخذ كميات اكبر. رجيم قاسي بيعطيك حلول سريعه لفترات كثير قصيره، بس ضررها ببلش معك يبين. كل ما انت عم بتكون قاسي على جسمك، جسمك الا ما بالاخر شيء رح يعطي رده فعل سيئه على اللي انت اللي عم تعطي. فهو التوازن احسن شيء، تكون انت متوازن، ما تكون يعني من النوع اللي باكل مثلا هالشهر قد ما بدي، الشهر اللي بعديه بحرم حالي. انت هيك بتكون عم بتخرب بجسمك، يعني الانتظام والتوازن دائما، هذا هو اللي دائما بنشدد عليه. صح. تكون متوازن، تكون عارف شو بتاكل وما بتاكل، خياراتك صحيه، كيف تختار من المجموعات الغذائيه. طبعا. مش اي شيء تاخذ. اذا اخصائي التغذيه على سكر، شكرا لك وشكرا لحضورك. ايضا مشاهدينا متواصلين معكم فقرات برنامجنا لهذا اليوم، وننتقل بكم الى اخبار اخرى، ولكن بعد فاصل قصير ابقوا معنا. أهلا بكم من جديد. انتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي وخاصة الانستغرام صور لفتاة عراقية جميلة أطلق عليها المتابعون لقب أجمل جميلات الأنستا، وفيرونا التي أدهش جمالها وسحر عيونها الكثير من المشتركين في الموقع المذكور. هي عراقية وتسكن في ألمانيا، وهي من المشتركين النشطين على مواقع التواصل الاجتماعي، ولديها آلاف المعجبين. تمتلك فيرونا عيون ساحرة كما يصفها متابعوها، وهي مزيج من عدة ألوان، أبرزها اللون الأخضر مع نفحات اللون العسلي ولمسة من الإضاءة باللون الأصفر، بالإضافة إلى شكل حاجبها المثالي والغمازات التي تزين خدودها، ما جعل المتابعين يطلقون عليها اسم ملكة جمال الأنستا. لا تعليق، بس مثل ما ذكر مخرجنا طبعا نحتاج نستضيف ونتحدث اكثر عن لون عيونها بالتحديد.
فنتحدث وننتقل لخبر آخر. جاب شوارع لندن حوالي 25 ألف معجب لأفلام الرسوم المتحركة في فعالية تقام للمرة الرابعة في مدينة الضباب منذ العام 2012، وتعتبر هذه السنة هي الأكثر من نوعها من حيث عدد المحتفلين الذين شكلوا رابطة موحدة ارتدى جميع أعضاها زي العديد من أبطال الرسوم الكرتونية ونزلوا إلى شوارع لندن مثل سبايدر مان وجاك سبارو وميدوسا وجاك في قراصنة الكاريبي وملك إسبرتال لتجسيد هذه الشخصيات وتذكير الناس فيها باستمرار. أبرز ما جاء في الصحف العربية والعالمية نتابع بعد فاصل قصير، ابقوا معنا. صحيفة نيويورك تايمز، الحب لإنقاص الوزن. تريد خسارة المزيد من الوزن، ليس عليك سوى الوقوع في الحب، وذلك لأن الأوكسيتوسين أو ما يعرف بهرمون الحب يعمل كقاطع للشهية للفرد الذي يعاني من البدانة أو الوزن الزائد. هذه النتيجة توصلت إليها جامعة هارفارد البريطانية في دراسة، وعرضت نتائجها في المؤتمر السنوي للغدد الصماء في سان دييغو بالولايات المتحدة الأمريكية. وقد أظهرت النتائج أن الرجال الذين أخذوا الأوكسيتوسين خسروا 122 من السعرات الحرارية كمعدل عام، وكذلك خسروا 9 جرامات من الدهون مقابل الذين أخذوا الدواء. من هنا يجزم الباحثون أن الأوكسيتوسين هو الخيار الأنسب لخسارة الوزن. صحيفة النهار اللبنانية وخبر بعنوان إنجاز جديد لواتساب. أعلن مؤسس تطبيق واتساب جانكوم في تغريدة عبر موقع تويتر أن التطبيق تخطى حاجز المليار تنزيل على الأجهزة العاملة بنظام التشغيل أندرويد، مشيرا إلى أن فريق الهندسة والتطوير الخاص بالتطبيق على منصة أندرويد مؤلف من 5 أشخاص فقط، في إشارة إلى حجم الإنجاز الكبير الذي يحققه واتساب. وفي سياق مفصل تشير التصريحات الرسمية والتسريبات إلى أن خدمة الاتصال الصوتي في واتساب أو مكالمات واتساب سيتم إطلاقها رسميا لكافة المستخدمين في الأيام القادمة من شهر آذار الجاري. وصحيفة الديار اللبنانية وخبر يقول ماذا يحدث عندما وعند طقطقة أصابعك، حتى تتفادى والدتك في كثير من الأحيان رؤيتك وأنت تطقطق الأصابع، كانت تخبرك بأسباب مخيفة تمنعك من تكرار هذه العادة. في السنوات السابقة أكد العلماء أن طقطقة الأصابع قد تنتهي بك بمرض التهاب المفاصل، لكن بعد موجة من المناقشات في الأسابيع القليلة الماضية حول ماذا يحدث للمفاصل أثناء عملية طقطقة وطرقعة الأصابع، كشفت دراسة جديدة أن هناك سائلا حول المفاصل لمساعدتها في تسهيل حركتها، والصوت الذي تسمع عند طرقعة أصابعك ناتج عن فقاعات من الغاز تكونت عند امتداد المفاصل. وخلصت الدراسة في النهاية إلى أن هذه العادة على الأرجح ليست مضرة، مستندا إلى قصة دونالد الأنجر حيث استمر في طرقعة يد واحدة لمدة 60 عاما دون الأخرى ولم يصب بأي مشاكل في المفاصل، لكن ينصح بعدم فعل ذلك أغلب الوقت. وأما في صحيفة ليموند الفرنسية فهناك خبر غريب أيضا ويقول المعزوفات الكلاسيكية تؤخر الخرف. تساعد الموسيقى الكلاسيكية في تأخير الإصابة بالخرف بحسب دراسة جديدة، إذ اكتشف باحثون أن الجينات في مناطق من الدماغ بينها المناطق المسؤولة عن الذاكرة والتعلم أصبحت أنشط لدى المرضى بعد الاستماع إلى موسيقى موزارت، كما أثرت الموسيقى في نشاط جينات ترتبط بمرض براكنسون. لاحظ الباحثون الفنلنديون أن تزايد هذا النشاط لم يحدث إلا في المرضى المتمارسين موسيقيا بما كانوا يستمعون إلى الموسيقى بانتظام، في إشارة إلى أهمية التآلف مع الموسيقى. وأظهرت الدراسة تزايد نشاط الجينات لدى المتمرسين موسيقيا في مناطق من الدماغ متخصصة بتلقي المعلومات والتعلم والذاكرة. في هذه الأثناء بدأ أن الموسيقى خفضت نشاط جينات ترتبط بالتنكس العصبي الذي يحدث نتيجة فقدان الخلايا العصبية ووظيفتها بإطراد.
كالمعتاد قبل أن نختم نذكر بأبرز ما جاء في حلقتنا لهذا اليوم من عناوين. عقب استعدادات واسعة السياحة والآثار ترجي افتتاح متحف الناصرية إلى إشعار آخر. الوفاة قصة حميدة تساهم في تعميق العلاقات الإنسانية. كان هذا هو موضوع قضيتنا. أيضا تابعتم في فقراتنا المنوعة بين الماضي والحاضر، الماضي في العشائري أو الديوان يتطور من القصب إلى البناء الحديث. وضمن فقرتنا الصحية والتغذية تابعتم كيف تتناول وجبة العشاء للحصول على صحة سليمة مع تجنب السمنة. إذن وصلنا وياكم إلى ختام حلقتنا لهذا اليوم مشاهدينا الكرام، نلتقي بكم يوم الأحد بنفس الموعد وحلقات جديدة ومشاوير جديدة في منتصف النهار عبر الشرقية نيوز. لكم أجمل تحية مني ومن كادر البرنامج، دمتم بخير، إلى اللقاء.